بتاعتنا العزاوي غوت ناري ناري شخيتي 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 شربي بال فيهم الدم فلي خرج ليا شي شبح باندا شوفي مورك شوفي مورك شوفي كي السلام عليكم زازلس أفردوس ومرحبا بكم في قناة العزاوي فاميلي فيديو جديد ومغامرة جديدة. أنا اليوم جينا لوحدة من أكبر الحدائق اللي سميتها موشن جيت وهاد الحديقة كتجسد لينا أشهر استوديوهات ديال هوليود اللي نتجو لينا العام سيدي كاع المسلسلات والأفلام الكرتونية اللي كنحماقوا عليهم بحال مثلا شريك الوحش الأخضر بحال مثلا بطريق مدغشقر بحال مثلا الأصدقاء تنانين ديال حزوقة وكاين احتمال الأصدقاء أننا نتلاقاو هاد الشخصيات وإلا ما تلاقيناهم راه غادي ندخلوا للعالم ديالهم ونستكشفوه كاملين ليتس جو. وكيف ما قال العزاوي كاينين بزاف ديال الاستديوهات وأول استوديو غندخلوا ليه اللي هو استوديو كولومبيا بيكتشر اللي فيه ديك السيدة دايرة بحالها كتشبه ليها ابتسامة ديك خيتي اللي دايما كتبدا في الأفلام الأمريكانية دايما هي الأولى الأفلام الرسوم كاع اللي كنحماقوا عليهم هي ديما كتبان في البداية إيوا يا الأصدقاء ما حنا كنحماقوا على المغامرات سمعوا الهوات مع دخلنا خوتي في البداية تلاقينا هاد اللعبة ديال القطار السريع واللي ضروري خصنا نجربوها وغالبا هاد اللعبة ديال القطار السريع كاينة في شي فيلم ولا شي رسوم مشهورين الأصدقاء يلا نعيشوا هاد المغامرة. المهم أخوتي كنا غاديين للقطار السريع وفي الطريق ديالنا كان ضروري ندوزو من هاد الممر اللي واعر ديال بصح وشكل وفيه هاد السيارة الخارقة ترى ميمكنش حمقاتني أنا هاد السيارة غالبا هادي ديال شي فيلم من أفلام ديال هوليوود واو والزوين فيها ابتسام شنو هو؟ فيها شي صوارخ والاسلحه السلاح والروايد ديالها واعرين ويلي 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 هاد الممر كامل الخرافي اللي كتشوفوا قدامكم متعلق بشي فيلم انا الصراحه ما نفرجش في هاد الفيلم الاصدقاء ولكن باينة غيكون هربان وغنمشي نتفرج فيه يا حنا غنركبوا دابا المهم بغيت نوريكم واحد الحاجه الاصدقاء راه هادي اللي غنركبوها دابا في القطار السريع هي اصلا هذيك السياره الخارقه اللي شفناها دابا غنركبوها غنطيروا بها المهم الاصدقاء حنا يلا بدينا شوف كيتسنانا وابتسام مخلوعه ديري عرفتوا فين طلعنا الاصدقاء شوفي شوفي فين طلعنا ابتسام ماري ما يمكنش مشكي راسك مشكي راسك كيبان لك بحال غطيح شوف 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 واو 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 صعيبة كتبان سهلة صافي احنا وصلنا ويلي 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 ابتسام مسكينه مخلوعه دويش معايا عرفتو غير هبطنا من هذاك القطار السريع وقالت لك اجي ناخذ شي حاجه نتبردوا حيت مازال كترعد مازال عندي في كاري الله يجيني بعد مني صافي حنا جينا نستكشفوا ما نغامروش مازال غنغامر بوحدي اخر مره انا صافي غنغامر بوحدي كلبي كيضرني المهم انا خديت هادي وهي خدات ميريندا ايوا يا الاصدقاء دابا دخلنا للبرج ديال كوست باسترز واللي هو واحد الرسوم غتكونوا كتعرفوا الناس ديال الجيل الذهبي ديال هذيك المجموعه اللي كيتحاربوا مع الاشباح اذا لداخل احتمال نتلاقاو الاشباح واش هو الاصدقاء كاين هنا واحد الخزنه عجيبه ابتسام فاس خفيفه اللي خرج ليا شي شبح شدتني ديك التبوريشه كلشي ممكن عندك عندك واو الاصدقاء هنايا لقينا المعدات ديال الفرقه اللي كانت كتكافح الاشباح وانتم تخيلوا معايا انهم نفس المعدات اللي كنت كنشوف كيهزوا في يديهم هذوك اللي كيوريهم واش كاينين الاشباح ولا لا وهذيك الكبيره باش كيشدوا الاشباح الاصدقاء هي هذي كيمصوا الشبح وكيخشيو في واحد الالبوم كبير ومنظار باش كيشوفوهم وانت راه ما يمكنش كنحس براسي بحال كاين معاهم دابا المهم الاصدقاء حنا دابا غاديين في الوسط ديال البرج
واكتشفنا في الاخير باننا غنمشيو لشي لعبه، ولكن شنو في هذيك اللعبه الله اعلم. بين اشبح بين واش غيكون فيها الرعب، واش غتكون مغامره، وهادشي كان مسدود. كاين الطريق، شوف 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 منين غندوزوا الاصدقاء. هادي اللبسه ديالهم كامله، هادي اللبسه اللي كانوا كيلبسوها في تيسام، وهادي الماكينه باش كانوا كيصيدوا الاشباح. واو ترى ما يمكنش تصارعين التفاصيل ديالها كامل. ما كرهتش دابا نلبسها ونصيد الاشباح. واو ابتسام فرحانه. هي فرحانه حيت غنصيد الاشباح. واو المهم اللعبه هي انه كيما ديك النهار كيعطيو كوابس بحال هادو وكيخصك تصيد الاشباح. يلا ابتسام الا بانك شي شبح ضربي. المهم حنا راكبين فواحد السفينه عجيبه الاصدقاء وكنقلبوا على الاشباح. فينكم الاشباح؟ احنا جايين عندكم. ابتسام هز جوج كوابس عاوتاني. علاش كضربي لي انا؟ ضربي الاشباح. هما في التلفازه، هما في التلفازه، ضربهم كامل. والمهم الاصدقاء ما حدنا كنضربوا الاشباح والنقاط كيتزادوا لينا هنايا. وانتي ساعه شحال عندك ديال النقاط؟ واه ما يمكنش. هما غيبانوا هنايا، غيبانوا هنا في هذا الصالون هذا. شو هادشي كامل مخرب؟ شكون خربوا الاشباح؟ ويلي انتي ساعه تخلعات ما يمكنش. شو هادي اللي راكبين فيها؟ كيشعل فيها الضوء بسرق ديال البوليس. يلا ابتسام شوف حاش كضرب، هما الاشباح، مشاو كاملين. مشاو كاملين. يا علي العزاوي، نحن صاعدون الاشباح. ياس قتل ما تخلي حتى واحد. برافو العزاوي، فرسخهم كاملين. واو ناري. دابا جابونا لواحد العماره وكيخرجوا الاشباح من الشراجم ديالها الاصدقاء. خاصني ضروري نعاون ابتسام. شوف شحال ديال الاشباح كيخرجوا. الجده الشريره كراني، وهذا اللي في الكرسي. واو وريبتي العماره. وعرفتوا الاصدقاء هاد البلاصه دابا اللي كندوزو منها راه هربانه. شوف شنو خرج ناري. ها هو خوه وراه هو الاشباح. عندك ابتسام عندك ينقز علينا هذا. عندك هذا اللي خايبه منه غنتيري فيه. ناري وجاينا شبح كبير، خصنا نضربوه مزيان. ضربي ابتسام، نزي الكابوس الثاني هكاك. انا كنعاون. ضربي مشي شكون هو؟ جي عندنا ضربي. واي دوبناه. وناري ما يمكن نشوف هاد البلاصه عاوتاني كي دايره. واو هربانه ياك ابتسام. صافي عينا اخوتي، عينا. النتيجه دابا غندخلوا للقلعه ديال ترانسلفينيا واللي فيها دراكولا، هو الاصدقاء ديالو والعائله ديالو والاشكال ديالهم مخيفه. ومع الدخله في البوابه تلاقينا هاد الحراس بالدروع ديالهم كيحميو القلعه. اذا القلعه ما خصناش ندخلوا ليها اصلا. اذا دخلنا بعينا غنلقاو شي حاجه ديال الرعب. واه الاصدقاء، عرفتوا اول حاجه كتير الانتباه هي الشكل ديال القلعه اللي كما قلت لكم غيكون مخيف. واش دابا ابتسام؟ واش داش ناري خوتي؟ هاد القلعه واعره ديال بصح، ومع انايا كنتفرج داك الرسوم ديال دراكولا وكنحماق عليه. كنتخيل راسي كاينه بصح وسط القلعه ديالهم، حتى انا الهربه ما يمكنش. واصلا التفاصيل ديال القلعه ديال ترانسلفينيا مسروعين، وتقول ديال بصح منين؟ بحال كاين وسط الرسوم. دابا كتفرج فيهم كلشي داكشي اللي كاين هنا كاين اصلا في الرسوم. المهم الاصدقاء غنركبوا في هذا القطار. فين غيدينا؟ الله اعلم. واقيلا غيدخلنا وسط القلعه يدينا عند الاشباح ولا الرعب. يلا غتخلي بوحدك. باي باي. وا ابتسام يا ناري، فين غاديين حنا؟ هادي غرفة النوم. ناري دخلنا للقصر ديال الرعب اخوتي. واو ابتسام مشينا فيها. فاسك تخلعت. واو شوف فرانكشتاين. دابا الاصدقاء كيدخلونا وسط القلعة من غرفة لغرفة، وكل غرفة ديال واحد من الشخصيات ديال ترانسلفينيا. هادي الغرفة ديال بنتهم واقيلا. لا هي. واو كدير راسها كتكاد قدام المراية. ها مريوها ابتسام.
كي جاتك القلعه ديال الرعب واعره. المهم راه فيها بزاف ديال الحوايج كيخلعوا ولكن ما قدرناش نصوروا اخوتي حيت قال لك ممنوع في اي بلاصه ديال الرعب انك صور باش ما تحرقش المفاجاه على الناس اللي غادي يجي. ولكن دابا اش غنجرب انا؟ برافو. ما غتجربيش انت صعب تقريبا اللعبه جات في حياتي اللي هي ابتسام. ما غتجربيهاش؟ ماشي مشكل غنجربها انا. المهم الاصدقاء ها هي اللعبه اللي غنجرب دابا انا. هاد البرج كامل اللي كتشوفوا غنبقى نطلع معاه حتى السما وغيهبط. ناري هاد الفندق اللي فيه هاد اللعبه اللي بغيت نجرب كيخلع اكثر من هذاك اللي كنا فيه دابا ديال دابا غديري معايا جوله في الفندق عاد نجرب اللعبه بوحدي. اوكي صح. يلا دخلي 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 ابتسام دخلي. واه مهري شرير. شو الضو كيطفو ويشعل. ابتسام عندك تخرج لنا شي حاجه؟ اش كاين هنايا؟ مرايا خلعتينا ابتسام. ما يمكنش انا نجرب لعبه الرعب وما تجربيش معايا انت هاد الخلعه بعدا. شي اكثر من ديك اللعبه. شوف 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 الاصدقاء ترى ما يمكنش فندق مرعب ديال بصح. ولكن بلاتي غنرجع. والو والو ما كيهول. واو شوفي هادي عندها جوج ريوس. ناري ناري وتخرج لينا. ناري ابتسام مشينا فيها. اش كاين تما؟ شوف ابتسام خايفه. وكاينين هاد المرايات اخوتي كيخلعوا اكثر. هادي كتعبر الضوء ولا القوه ولا ما عرفتش داكشي. واه شربي بير فيهم الدم. ابتسام زعما قال لك عندك تدخلي من داك الباب. ناري 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 والله هادشي كيخلع. وصلنا يلا سيري سيري. المهم اخوتي هي بدات اللعبه. شوفوا العزاوي شوفوا العزاوي. ها هو ها هو سمعوا 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 الغويط ديالو. ناري فين ما مشى كيشوفوا هنا. ها هو ها هو اخوتي العزاوي. ها هو العزاوي. ناري ما يمكنش الهربه. ناري فين كيطلعوا؟ ناري خوتي هاني هاني. شوفوا 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 ويلي ويلي. شوفوا شوفوا واحد الهبطه غيدير. واحد جوج ثلاثة. ناري ما يمكنش. ويلي 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 ويلي. ناري يا خوتي فراسكم خصكم تسمعوا خصكم تسمعوا. ناري يا خوتي خصكم تسمع سمع 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 العزاوي سمع العزاوي كيغوت. ناري ها انتم انتم كيقولوا امي. ويلي 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 ويلي. شوفي شنو الفرج كيديروا. ما قادرش نوقف ابتسام. صعيبه ياك. واه راه كتعاد رجلي ابتسام. الهربه. ودابا الطريقه باش كطلع كدير. واش عرفتي بحالاش كتبانوا الغويط ديالك في راسك؟ شوهتينا. شفتك فرحانه. هادي زوينه. انت كتشوفي شي وحده سهله كتفرحي. هادي سهله وفيها الماء غتبرده. المهم كما قالت ابتسام غنجربوا هاد اللعبه اللي غنركبوا في واحد اللعيبه وغتبقى ديانا في هاد الواد. انا راه ما كرهتش نقز منها ونتلاح حتى انا ناري. بالنسبه لهاد اللعبه اللي شفتو ديال الواد الا بغيتي توصل ليها خصك دوز من وسط هاد السفينه. هي الطريق لديك اللعبه. واجي اكتشفوا شنو كاين في هاد السفينه وعالم البحار وسبونج بوب. مالك ابتسام؟ اش كدير عندهم ديك الشتفه اللي كدو الحمام؟ هادي راه ماشي الشتفه ديال الحمام. باش كنغسلوا الماء. وبما اننا في سفينه هادي راه كيصيدوا بها ابتسام. الشبكه ديال الصيد. واش شنو لقينا السردين؟ واو زاهيه شويه اليوم. ما توحشنا الحوت ابتسام. اليوم غنديروا شويه ديال السردين. قبل ما نخرج غندي معايا السطر. شوف هذا السطر فين محطوطه الاصدقاء ترى ما يمكنش. واه يلا عرفت الاصدقاء هاد السفينه ديال من؟ ديال بابات هذاك اللي اختار واحد الاله وكتنزل الشطائر. اي شوفوا شوفوا داك الشيء هربان عاوتاني. الاصدقاء كما كتشوفوا حنا شدينا شدينا بلايصنا. واجدة ابتسام مستعدة. البحر وراءكم والعدو امامكم. انا هو العدو. هي كانت اللعبة سهلة. لا زوينة. انا اللي كنجرب الصعاب. صراحة هاد الجولة رائعة. شوف الحتة الأنا ممتعة. هي بدات كدور. هي بدات كدور. شفتوا الأصدقاء أنا ما كرهتش دابا ننزلوا مع شي واد ولا نطلعوا مع شي جسر ولا شي حاجة. ما كرهتش تغرق بينا باش نهبطوا نعوموا. لعقل سخون الحال كما العادة في دبي. المهم مستمتعين أخوتي غاديين وسط هاد النهار هذا وداك الشيء الأجواء. يا سلام. شوف 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 طالعين ابتسام. طالعين مع واحد الجسر. إلا طالعين إذا غنهبطوا. إذا الهبطة غتكون صعبة 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 صعبة. ها هي الهبطة هي الهبطة هي الهبطة هي الهبطة ابتسام. واو 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 واو. شو 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 شو
ولات صعيبه الماتش والمال مال مال جات لعبنا. واو ملي ضربنا في ديك الموجه اش هادشي طارعين في السكور. في الاول كانت ساهله وكتمشي شويه ودابا بدات كتصعب لحقاش كنا في هذا الحيط كما قلت لكم بدات كتصعب لحقاش كاينين المواج دابا وكتطلع وتنزل. بلان واعر واد ابتسام واد واش دير راسك واش دير راسك الواد الواد غطيحي في الواد ابتسام وا شوف 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 كي كدير وابتسام كدير ناري ما يمكنش شنو هاد الشيء كتخيل راسك بصح كاين في باطو واو واو ولات كتصعب ولات كتصعب واو وناري باش تعرفوا راه ما كيدخل حتى لعندنا والسبرديلات السبرديلات ديالنا في سكور خوتي ناري حوايج ابتسام في سكور ناري ما يمكنش شوف 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 كما قلت لكم هذاك راه كيلوح هاد الشطائر وهاد الماكله من السماء وهذه وحده من دوك الماكولات برجر برجر متوحش واو الشكل ديالو هربان مالناش خايفه ابتسام سو غير اللي رشنا خفتي لا طشي في الماء غير ما يرشني ونسيتي بلي انت اصلا كاينه فوق الماء وراسك كامل تحت ناري كاتبان لي واحد التهويده هنايا خطيره الاصدقاء شوف 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 الشلال الشلال غير شنا غير شنا غير شني غير شني واو وانا راه على بلان انا بوحدي واو 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 ناري صعبت صعبت ناري 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 واو واو ما يمكنش واو ناري 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 بغيت نعرف غير واحد الحاجه علاش انا بوحدي اللي خصك شف 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 علاش انا اللي طشيت هذاك الروبين خلى كاع اللي راكبين معانا ورشني انا بوحدي جا فيك غنزه حنا دابا فين كاينين كاينين في قريه السنافير يا سلام غير هو هاد القريه ديال السنافير فيها المنازل كبار ماشي بحال اخر وحده شفنا اذا غلقوا سنافير كبار اي فراس غادي ندخلوا للقريه ديالهم لداخل واو غنشوفوا وسط المنازل يا سلام جات ابتسام شوفوا يلا ليتس جو ندخلوا وسط القريه ديال السنافير وا كما قلنا لكم الاصدقاء احنا ركبنا واحد القطار ودخلنا لداخل ديال قريه السنافير ها النجار ابتسام النجار 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 شو 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 هذا داك المصور اللي كيصور وا شوف في الدار ديال سنفور الداخل هي كتبدل حوايجها الاصدقاء واو ها هي ملي لبسات واو كاتب عمومي كاتب عمومي شنو هذا سلسبيل والمش ديالو شوفي الخارج واو عندك يجي عندنا ابتسام سيرو لهيه شو هذه استوديو استوديو ديال التصوير ها هي الكاميرا واو شوف 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 عاوتاني سلسبيل منين خرج ليهم واو كدو قداش هاد الغابه السحريه اللي شدتهم كاملين واو ديال سلسبيل فين هو مالي شخيتي شخيتي سلسبيل واو علينا هادشي شو الاصدقاء دابا حنا داخلين لواحد الخشبه ديال المسرح اشنو غيوقع فيها شوفي شوفي لا توقع شي حاجه في شكل شنو غيوقع دابا هنا دابا توقع شي حاجه في ابتسام واو خرجت سنفوره من الورده واو زعيا خوتي دابا حنايا كاينين قدام الاستوديو اللي قاد الرسوم ديال بطريق مدغشقر والتنين حازوقه هو اللي قاد اصلا حتى شريك الغول الاخضر الاصدقاء وزايا اجي نديرو فيه جوله او استوديو هو دريم ووركس ودابا تلاقينا هنا هشام هشام اش كدير هنا خليناك في الفيديو وجات معنا حتى لهنا وهز حتى هو كاميرا قال لك باغي يصور واخيرا لقيت الشبه ديال العزاوي ما يمكنش غير هو اخضر وانت لابس الخضر نفس الكرش واو ابتسام عندك يعضك التنين حازوقه لا 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 حازوقه كيعرفني ما غاديش يعضني ما غيعضكش المهم دايرين هنا التنين حازوقه والصراحه صار عينو ديال بصح واش قد هكا في الحقيقه كبار واقيلا من هكا اصلا هو كيف في الحقيقه بعدا كيف الرسوم اول حاجه دخلنا لعالم شريك يا سلام عرفتي انا باغي نشوف غير داك الحمار فين هو الحمار اللي كبري واحده الميلودي واحده بس فكرتك هاد البلاصه فكرتني بدوك الحيوانات اللي كان كاين في خشريك وكيعطيهم لولادو وكيعطيهم لولادو حنش كينفخو وكيدير ليه بحال هكا كيردو بالونه الضفدع حتى هي كينفخا عرفت شنو راه مايمكنش كيما كتشوفو كاع الضفادع ديال الغابه نفخهم حناجر حناجر عطاهم لولادي يلعبو بيهم
وعرفتوا الاصدقاء غير كنلقاو شي باب كندخلوا معاه. دابا دخلنا مع واحد الباب ولكن فين غيدينا الله اعلم. حنا غاديين وصافي كاين تصاور ديال الشريك وديال الزوجه ديالو. انا لقيت شكون كيشبه ليك. اه فيونا. كي جاتك هاد البلاصه؟ صراحه واعره. شوفي موراك شوفي موراك شوفي موراك. اش هذا؟ الشجره كيكونوا عينيها طافيين وكيشعلوا. واه عرفتها. كدوي عند شريك. اه بما اننا في عالم شريك فدخلنا الاصدقاء الغابه. كيدوش شريك كيدوش. هيا هيا البس حوايجك. ولكن كيدوش في الغيس. في الغيس هي كانت كيموش على الغيس. اوه واحد الرقصه الاصدقاء كما كتشوف. ايوا زيد الي الي. وا دابا دخلنا للقلعه ديال الشرير. واو واو واو. ها هو داك الشرير ديال الشريك الاصدقاء كيهضر مع المرايه السحريه. اش باغي اش باغي تقول؟ ما عرفتش اخوتي اش باغي يقول. شوف 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 واحد المرايه خاويه ولكن غالبا ما تخرج منها شي حاجه. وحاجه اخر الشرير. دابا الاصدقاء حنا وسط هاد الغابه عايشين القصه ديال الشريك فاش غيمشي ينقذ فيونا. ها هو غادي هو والحمار. واخيرا ها هو وصل عند فيونا. شتي ابتسام باغي يفيقها من الناس الاصدقاء ويعتقها مسكينه. ناري عرفتي الهياكل هاد الجماجم كيخلعوا. واو الهياكل العظميه. هيا ديك التنينه المشهوره. التنينه اللي كتشوف. واو هادي غير تجوج بالحمار. شوف 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 حالاش هزها وربي هو الحمار. واو دخلنا لهاد القاعه اللي غيتدار فيها العرس ديال فيونا ولكن غتجي التنين وغتاكل هذاك القزال. اوه ها هما الناس كيصفقوا وسالات القصه. التنين تزوج بالحماره. بالعكس التنين تزوج بالحماره. وهي دابا كما كتشوفوا الحفله. واو 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 هما كيقولوا لنا باي باي بعد ما تزوجوا. ايوا الاصدقاء من بعد ما خرجنا من العالم ديال الشريك غادي ندخلوا لقريه مدغشقر ولا دوله ولا ما عرف شنو. المهم غندخلوا للعالم ديال مدغشقر. اول حاجه لقينا مع دخلنا هي هاد الاسد المشهور اخوتي في عالم مدغشقر. واو واو ربي شو قداش طويل كيدير لنا باي باي. يا سلام شكون لقينا عاوتاني؟ عرفتي هذا شكون ابتسام؟ لا ما عرفتوش. هذا واحد الملك اخوتي ديال مدغشقر ولكن مفوح كيدير اكثر الاخطاء مسطي. ثانكيو ثانكيو. بالنسبه لعالم مدغشقر فهو عباره عن واحد السيرك كبير فيه الحيوانات وفيه العاب ولكن ديال الدراري الصغار. كون كان معنا يونس ولا يانيس غيستمتعوا هنايا ديال بصح وحنايا ما نقدرش نجربوا هاد الالعاب اخوتي حيت كبار وحيت ساهلين. حنا كنبغيو العاب ديال الرعب ولكن الصراحه هاد السيرك هذا ديال مدغشقر هربان ديال بصح. اخيرا لقينا البطريق مسطي اللي كتموت عليه انت. دوك البطارق هما ثلاثة كل واحد الشخصية ديالو ولكن هاد المسطي هو اللي كان حماق عليه ديالو بصح. انا نعطيه المناظر. تعطيه لا ما تشربيه. ودابا دخلنا لعالم كونغ فو باندا. يا سلام دخلنا لعند هشام دابا وصحابو. هاي 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 اخيرا لقينا كونغ فو باندا. هاي باندا. صراحة كيشبه هشام الاسد. صراحة غا هشام فايت فايت. وهنايا الاصدقاء عندنا هاد التنين صغير ولا حشره ولا ما عرف شنو هاد العجب هذا وفي الكرش ديالو كاينه ابتسام. كلاها اش كديري هنايا؟ كلاني عتقني ابتسام لقيتي فيا. واو ترى ما يمكنش الطيور ديال الشينوا ديال الكونغ فو ديال وماشي غير الطيور شتي داك التنين حتى هو مصور وي حتى هو صار عين وراه كيصرعوا كلشي وكونغ فو باندا هو الاصدقاء ديالو. واو الاصدقاء لحد هنا سالت المغامره ديالنا في عالم هوليود وعالم الرسوم المتحركه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا جرس باش يوصلكم اي فيديو جديد حطينا. وراه كنحطوا يوميا فيديو مع 8:30 وزي اخوتي. والفيديوهات اللي طلعوا لكم هنا تفرجوا فيهم حتى هما غيعجبوكم. يلا باي باي.